مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم الأسبوعي سيرفي الأمان. سيرفي الأمان برنامجكم حول السلامة المرورية وأمن الطرقات. دائما كالعادة ما ننساش نشكر كل من راسلنا عبر رابط الصفحة، صفحة سيرفي الأمان. سيرفي الأمان في موسمها الرابع، اليوم الحلقة الأولى تاع الموسم الرابع لبرنامج سيرفي الأمان. علاه قلت في برنامج متجدد؟ لأنه في هذا الموسم طرأ بعض التعديلات في هذا البرنامج. راح ندخله ابتداء من الأسبوع القادم، يعني من الحلقة القادمة إن شاء الله راح ندخله داخل الاستوديو، استوديو الشروق، ويكون معنا ضيف نتحدث على موضوع من مواضيع السلامة المرورية. وأكيد راحين نبقاو الفقرة تاعنا يبقاو يعني في الميدان، ونخرجوا ونشوفوا إشارات المرور، حالة الطرقات، حالة السلامة المرورية، يعني في فقرات تقدر تكون ربما عدلنا فيها، وكاين فقرات ربما حدثناها وجديدة. كاين فقرة في الميدان، مشاهدينا الكرام راكم ولفتوها، احنا ننزلوا للميدان ونشوفوا كما قلنا حالة السلامة المرورية، الرصيف، الطريق، إشارات المرور، أي مشكل فيما يخص المركبات، مستعلمي الطريق. ولكن حبيت في هذا الموسم مشاهدينا الكرام أني يعني أنتم كمشاهدين تشاركونا في هذه الحصة. كيفاش تشاركونا؟ كل واحد في منطقته يعني يقدر يصور صورة ويبعثها لنا للبرنامج. يبعثها لنا كيفاش؟ لحصة سيرفي الأمان عبر الفيسبوك. يدخل الفيسبوك يكتب سيرفي الأمان ويبعث لنا الصورة تاعو. علاه؟ لأنه كما يعلم الجميع أنه ما نقدروش نكونوا في 1541 بلدية عبر التراب الوطني، ومنه المواطنين يقدروا يشاركونا. حبينا تشاركوا معنا أنتم كمشاهدين، كمواطنين، كمستعملي الطريق، وتشاركوا في البرنامج. أنتم كي تبعثوا لنا الصور، والصور تكون عرضية. علاش عرضية؟ لكن علاه؟ باش تكون مناسبة مع شاشة التلفاز. كي تبعثوا لنا صورة عرضية، حنا في الاستوديو مع الضيف تاعنا نناقشوا الصورة هذيك ونلحقوا الرسالة للمسؤولين باش يصلحوا ما يمكن تصليحه في أرض الميدان. يعني ما نخليوش يعني الكارثة تقع، لانه ايماجينيو كاين مشكل من مشاكل السلامه المروريه، اشاره ما كانش، ولا اشاره في غير مكانها، ولا طريق مهترئه، ولا رصيف معوج، ولا مهما يكون المشكل ما نخليوش الكارثه تقع باش نقولوا لو كان ما لو كان. دونك احنا ماذا بينا نهضروا على المشكل هذاك ونطرحوه، والمسؤولين ان شاء الله يكونوا معنا ويصحوا هذاك المشكل باش يعني ما توقعش فيه حوادث مرور. هذه المرحله الاولى او الفقره، يعني فقره في الميدان. يعني ماذا بنا تشاركونا من خلال صفحة سيرفي الأمان في الفيسبوك. كاين فقرة أخرى مشاهدينا الكرام، هي فقرة حادث وعبرة. واش حاب يقول حادث وعبرة؟ هنا راح نشاهدوا حادث مرور واقعي، يعني مش حادث مرور ما صراش تاع الصح، ولا حادث مرور وقع يعني حقيقة، وراح نشاهدوه ونشوفوا الأسباب اللي خلات هذا حادث مرور يقع. علاه؟ وش الفائده تاع هذا لا روبريك هذه، يعني الفقره هذه باش نتعلموا من الاخطاء الاخرين، من اخطاء الغير. يعني حادث مرور نشاهدوه قبل ما يوقع، وعندما يقع ومر يقع واش راح يصرع. حنا كمشاهدين واش راح نستفادوا؟ نستفادوا انه ما نوقعوش في نفس الاخطاء اللي على جالو وقع هذا الحادث المرور، وبالتالي نستفادوا وناخذوا عبره. اكيد في الحوادث المرور اللي راحين نديروهم في الشاشه، اكيد نحيو كل هذيك يعني الصور الغير لائقه والبشعه والصادمه، يعني احترام المشاهدين الكرام، نحيو كل هذيك الصور ونخليو فقط يعني حادث مرور وناخذوا منه العبره. كاين فقره اخرى مشاهدي الكرام، فقره ولفتوها معايا، هي فقره اشاره واستشاره. فقره اشاره واستشاره راحين ننزلوا للميدان كما تعرفوا، وراحين يعني نسقسوا مواطنين او سائقين بالاحرى، يهمنا السائقين علاه؟ لانهم عندهم رخصه سياقه، ونسقسوهم على اشاره المرور، يعني يوصف لنا اشاره المرور. الفائده من هذه الفقره وشنو هي؟ باش حنا كسائقين كمواطنين وانا معكم نعاودوا يعني نفكروا ونراجعوا اشارات المرور. لا يخفى على الجميع انه معظم السائقين، وهذا شفناه في الميدان، نساو اشاره المرور. يعني كانوا اللي جوز بيرمي في الثمانينات، في التسعينات، حتى في الالفينات، انسى إشارة المرور. هذه الفقرة يعني فرصة باش نعاودوا نرجعوا إشارة المرور. دوك هذا هو الهدف من فقرة إشارة واستشارة. إن شاء الله هنجوزوا موسم مليح في هذا الموسم الرابع إن شاء الله. واليوم راح نديروا مشاهدي الكرام، راح نتكلموا على واحد النقطة. النقطة هذه أثرها رئيس الجمهورية
في آخر قراراته فيما يخص السلامة المرورية، وليتكلم على يعني عقوبة أو يعني المؤهلين أو غير المؤهلين للحصول على رخصة السياقة. كاين ناس حاب يقول كاين ناس راهي الآن تسوق وغير مؤهلة لقيادة مركبة. هؤلاء الناس اللي شفناهم في الميدان كثيرا، كيف نتعامل معهم في الميدان؟ دوك حنا واش درنا؟ نزلنا للميدان، يعني نزلنا مع فرق الأمن الوطني، وحنا بالمناسبة نشكر المديرية العامة للأمن الوطني، ونشكر كذلك خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر والأمن العمومي للعاشور اللي رافقونا وزلنا للميدان وشفنا يعني كيف تتعامل رجال الأمن مع هؤلاء الغير يعني ما يعرفوش إشارة المرور، ما يعرفوش قوانين المرور، لا يفقهون في قواعد السلامة المرورية. كيف التعامل يكون معهم من طرف رجال الأمن، سواء من ناحية التحسيس أو من ناحية الردع؟ فشاهدوا معنا. إعطاء الرخصة لغير المؤهلين هي جريمة وعد بمحاربتها رئيس الجمهورية في آخر قراراته بخصوص السلامة المرورية. فكم من سائق يقود مركبته دون إلمامه بقواعد السلامة المرورية ودون معرفته لأبسط قواعد المرور، ضارباً بذلك النصوص والقوانين. من خلال عملنا الميداني والمتواصل مع السائقين لاحظنا عديد التصرفات السلبية والتجاوزات التي يقوم بها السائقين في مختلف الطرقات، والمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في مختلف فرق الأمن العمومي تقوم جاهدة على محاربة الظواهر السلبية عبر الطرقات، وباعتبارنا أنه من مهامنا تأمين السائقين وممتلكاتهم سواء ردعيا أو وقائيا، فالجانب الردعي هو في حد ذاته تأمين للسائقين الآخرين. ففي طرقاتنا نلاحظ تهور هؤلاء سواء عن عمد أو عن جهل أو تقصير. مصالح الأمن العمومي المتواجد عبر أرجاء الوطن والأمن العمومي لولاية الجزائر كمثال تعيش يومياً تصرفات غير مسؤولة من سائقين لا يفرقون بين المنع والخطر أو بين الإلزام والإرشاد. أبي والله ما عرفتها يا أخوي. والله قادي والله ما عقلتهاش. حول ربما بلك. ليميت دو فيتاس ما كاش، والله ما مبين. هدي ممنوع توقف الواحدة زوانا. حقيقة لاحظنا عديد الملاحظات أو المخالفات التي يقوم بها السواق، خاصة السواق حديثي التحصل على رخصة السياقة. من بين المخالفات لاحظنا السياقة المتهورة أو السرعة المفرطة أثناء سياقتهم سواء في طرقات سارعة أو داخل النسيج الحضري، هذا بالخصوص الأولاني. الأمر الثاني مثلا من المخالفات عندنا عدم استعمال حزام الأمان، أيضا عندنا مخالفة ثانية واللي تسبب عديد الحوادث المرور، عندنا الاستعمال اليدوي للهاتف النقال. استعمال يدوي الهاتف النقال معناتها السائق ما يكونش مركز مع السياقة. هذه من أبرز المخالفات اللي يعني نلاحظوها ونسجلوها عبر مختلف النقاط المرورية أو حواجز المرور أو في الطرقات السريعة. لك الأخ. الأخ على بالك شك مرتكب لا؟ على بالك المخالفة تاعك.
ارجونس يا شيف. لا ماشي كاين لافتة مرورية تمنع المرور باستثناء حافلات النقل، عباك المخالفة اللي ارتكبتها حاليا تشكل خطر كبير سواء الناس او المواطنين اللي هم متواجدين داخل محطة الحافلات او صعود ونزول المسافرين من والى الحافلات. يعني ترضاها لنفسك انت يكون تكون بولادك صغار، مثال نحكو في المفيد، تكون بولادك صغار هابط من البيس تتفاجئ بسيارة ذات سرعة فائقة ولا ما على باليش، حتما راح تأدي نقولوا الى كوارث، الى كوارث ممكن يكون حادث مرور حتى مميت. هذه المخالفة هي تعتبر من الدرجة الرابعة. شغل دي فوا نديرو حوايج ما نكونوش ما نعرفوش يعني الضرر تاعها حتى تلحقنا. اكيد وعليه عندك مخالفة من الدرجة الرابعة اللي محدة قانونا ب 5000 دينار جزائري كحد أدنى، نحرو لك المخالفة تاعك والإنسان يديها عبرة، يديها عبرة باسكو هذه محطة حافة. تشوف شوف مكتظة عن آخرها، ما تقدرش حتى باش تجوز يعني بالسيارة هكذا ما تقدرش حتى باش تجوز. لهذا السبب الإنسان يكون واعي أثناء السياقة تاعو. إن شاء الله ما تعاودوها شيخ، كما يقولوا ماذا بينا مجمع واحد يولي يعرف الخاطر هذا اللي يقوم به. إن شاء الله كما يقول معلومة إن شاء الله زايدة إن شاء الله لينا يا شيخ. إن شاء الله هذه هي القيادة أصلا القيادة فن وثقافة. معناها هذا احنا كشرطة وكرجال أمن الدور تاعنا وقائي أكثر منه قمعي. معناش لحرنا لك مخالفة راه قمعناك. الإنسان حرنك المخالفة هذه باش منه تجي دير حسابات وتاخذ كامل الإجراءات تاعك فيما يخص الأمور هذه. تبان بسيطة، تبان لك ما كاين والو 30 متر ولا 40 متر، يعني ما يظهر حتى شيء، ولا تقول عادي نجوز، ولكن ممكن تكون تسبب في حاجة. في توتال موند أكثر معك شاف، مع الأول نشوفوا بلي كونكا رانا حاصلين ورانا ما على باليش، تقول راح عليا الحال ونصيبوا رحنا كما تقول لك درنا حاجة كارثية. نتمنى إن شاء الله ما كما يقولوا من هذا المنبر ما نعاوداش وواحد آخرين يدوها منبر من عندي إن شاء الله. بارك الله فيك الأخ، دوك نحرر لحظة نحرر لك المخالفة تاعك. تقدر ترجع دوك نرجعوك للخلف أو تدخل من الطريق الرئيسي هكذا أخي، وتفضل باش نحرر لك المخالفة تاعك. شكرا. باش نكونوا صراحة عندها شقين، الشق الأولاني هو شق تحسيسي توعوي، كنا نلاحظوا مثلا أنجان ولا جديد يعني في السياقة لازم نوعيوه، لازم نأهلوه نعطولو مثلا عنده مخالفة، لازم المخالفة هذيك نعطولو الشق يعني القانوني وش هي المتسببات اللي راح تقدر تعملهم ولا. أما إلا شفنا أنه هذا السائق يعني تعمد هذه الأمور، هناك جانب ردعي هي المخالفات اللي تنص عليها القوانين الجمهورية. وأمام هذه المعضلة ارتأت مصالح الأمن العمومي أن تمزج بين الردع والتحسيس كي تكون الذرع الواقي الذي يحمي المستعملين الآخرين الذين يستعملون الطرقات ويسيرون في أمان. خويا العزيز، ما عندكش رخصة سياقة صنف ألف تاع دراجة نارية، دونك ماكش مأهل باش تسوق دراجة نارية، هذه وحدة. الحاجة الثانية، المرافق ديالك راه بدون خوضة، يعني هنا راك تشك الخاطر على نفسك وعلى نفس صاحبك وعلى أي واحد، تقدر تدير حادث يؤدي بالوفاة، قادر تموت أنت ولا صاحبك ولا أي إنسان. دونك أنت ماكش مأهل باش تسوق دراجة نارية. في الحالة هذه نتخذوا معك الإجراءات، تروح للمقر الأمن الحضاري ويتاخذوا معك الإجراءات حتى تطريق لي روحك وتجيب رخصة سياقة تاع دراجة نارية وتولي السوق عاد.
القرارات فيما يخص قرار رئيس الجمهورية فيما يخص يعني إعطاء رخصة السياقة لغير المؤهلين، يعني واش نقدر نقوله دور الأمن الوطني في هذا الموضوع يعني. نعم، باعتبار أنه الدور الرئيسي للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح أمن ولاية الجزائر هو تأمين المواطن والسائقين وممتلكاتهم عبر كل طرقات العاصمة بالنسبة لمصالح أمن ولاية الجزائر وفرق الأمن العمومي، احنا من خلال تواجد الميداني لعناصر الأمن العمومي التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات الردعية ضد المخالفين والذين يتسببون في حوادث مرور في بعض الأحيان تكون مميتة أو مؤدية إلى إعاقات دائمة. أيضا هناك جانب تحسيسي توعوي من خلال المعطيات التي نلاحظها في الميدان اللي تكون من خلال العناصر المتواجدة في الميدان، في بعض الأحيان نشاهد بعض الفئات تقوم بعدة تجاوزات، احنا بصفة يومية نكون في الميدان نتوجه لهذه الفئات بنصائح وتوجيهات وعمليات تحسيسية يومية، أحيانا نستهدف أصحاب الشاحنات، أصحاب الحافلات للنقل مسافات طويلة، أحيانا نقوم بحملات تحسيسية خاصة لفائدة سائقي الدراجات النارية بحيث نعطوهم نصائح وإرشادات. يعني هذه العملية التحسيسية اللي نقوم بها مبنية على إحصائيات ومعطيات من خلال الميدان نتوجه لهذه الفئات لتوعيتهم. هذا حادث مرور نأخذ منه العبرة، شاهدوا. تعلمون أنه قبل الدوران إلى اليسار من بين الاحتياطات اللازمة من ممنوعات ومرآة عاكسة إلى غير ذلك يجب أن ننتبه للاتجاه المعاكس. صاحب السيارة لم ينتبه بوجود دراجة نارية قادمة من الاتجاه المعاكس فتعدى الخط الوسطي الفاصل الذي من المفروض أن لا يتخطاه حتى يتأكد من خلو الطريق. عدم الانتباه هذا والسهو أحياناً يؤدي بنا إلى هذه النتيجة. تعلمنا إذن قبل الدوران إلى اليسار يجب أن لا نتعدى الخط الوسطي الفاصل حتى نتأكد من خلو الطريق، إضافة إلى احتياطات أخرى نشاهدها في الحلقات القادمة. إذن مشاهدي الكرام، بعد ما شفنا حادث مرور الأليم واستخرجنا إن شاء الله العبرة منه، نروح إلى الفقرة الموالية، فقرة إشارة واستشارة، وراح نسقسي مواطنين حول إشارة أو إشارتين بالأحرى وشنو هو الفرق بينتهم. تحبوا تعرفوا التفاصيل تابعوا معنا. أخ كريم، تقدر تقول لي الفرق بين هذو الزوج؟ هذه إجباري تبع إجباري تبع هذا تبع السهم تاع السهم، وهذه ممنوع طرح هذا الدور من جهة السهم هذا اليسار. يعطيك الصحة. السلام عليكم أخ كريم، أعطيني الفرق بين هذو الإشارات. هذه الله أعلم، نورمالمون هذه طريق زعما نقولوا طريق هكذايا صغيرة، وهذه وحدة فيهم تاع أوطوروت نورمالمون. يقول فوقانية طريق صغيرة والتحتانية أوطوروت. التحتانية أوطوروت نورمالمون، هي وحدة فيهم هي بالمقلوبة. هذه والله ما نكذب عليك، هذه ولا هذه؟ هذه ولا هذه، ليسونسيال وحدة طريق صغيرة والأخرى تاع أوطوروت، فهمت؟ صح هو. السلام عليكم الأخ كريم، تقدر توصف لي الإشارة هذه ولا بالأحرى يعني أعطيني الفرق بين إشارتين؟ كان زرق وكان حمر، الفرق بينتهم؟ تاع المنعرجات هذه فوقاني. هذا منعرج ماشي خاطر، تسمى يبين لك بلي منعرج، وهذا منعرج خاطر. تسمى الزرق ماشي خاطر، تسمى منعرج بصح كان منعرج بصح نورمال ماشي دونجي، بصح هذا منعرج دونجي. الأحمر هذاك خاطر، منعرج خاطر. خاطر. السلام عليكم أخ كريم، تقدر تقول لي وشنو هو الفرق بين الإشارة الفوقانية والإشارة التحتانية؟ هادو تلقاهم في ليبيراز، هادو تلقاهم في ليبيراز باش ينبهوك بلي كاين نورمالمون على حسب العلم ديالي، باش ينبهوك بلي كاين فيراج دونجي واللي تنقص فيه بزاف لافيتاس، ولا كاين فيراج لي زعما ما على باليش انا بالي. هذا الفيرا لا بلو روز، هذه لا ديفيرونس بيناتهم. فيراج دونجي هذا اللي تحكي عليه، اسكو هي الزرقاء ولا الحمراء؟ فيراج دونجي الزرقاء،
والحمراء؟ الحمراء اوكين يدي باسكو علاش لي فيراس دونجي كاع تاعنا تاع الجزائر فيهم الزرقاء مازال ما لقيتش الحمراء. صحيح هكذا اخويا الحمراء جبر بيت تلاقيت بها الحمراء والله زعما كيكونوا الحفور لي طرافو تلقاها الحمراء وين تلاقيت بها الحمراء تلاقيت بها وين شتي وين كيروحوا لهم لي سيميلي ها في الهبطه تلقى في الدخله هذيك ديالو تلقاها حمراء بعد تلقى لا فوا دي تريس مسلك الطوارئ باش يروحوا للفرا يدخل في مسلك الطوارئ هذيك اشاره اخرى على هضره الحمراء هذه زيد عصر مخك شويه قول لي واش الحمراء الحمراء اوكي هادي اخ كريم تقدر تقول لي وشنو الفرق بين الاشاره الفوقانيه والتحتانيه والله ما نعرف هذا ما نكذب ليش زرقاء والله ما نعرف ما نكذب ليك والحمراء التحتانيه ديجا انا كيما اكتسبت لي كنت عارف ما جبتهمش هذه ما عباليش ما نخلطش يا اخو ما سي ربما محاوله ما نقول لكش ما ديجا تبهدلت فعلا زرقاء انا ما تبهدلتش ماكش تبان ماكش تبان خويا ما نبينكش هذه احنا معناها ماكش تبهدل هذه ديفياسيون على لاكوش وراهي فوق التحتانيه بارك الله فيك هذه ديفياسيون انحراف والفوقانيه فيراج على لاكوش باليس دو فيراج دونجورو اغو تقدر نقولوا لك نقدو ما تبهدلش كذبتها هيا وخلاص تقدر توريها يعطيك الصحه كي جبت لنا هذه الاشاره سلمك خويا سيك بريميتاك شحال عنده؟ صافي من فيفري 2022 تما قريب من اللي جبتو تحب يقول لك مزاك شافي غير كيما اذا مشاهدينا الكرام كما شاهدتوا كاين بعض المواطنين اللي ما لقاوش الاجابه وكاين واحد لقى الاجابه حنا نعاودوا نذكروا الاجابه وشنو هي هادو الاشاراتين اللي هضرنا عليهم الاشاره الفوقانيه الزرقاء هي معلم منعرج خطير معلم منعرج خطير ستان باليز دو فيراج دونجورو دونك الاتجاه سواء على اليمين سواء على اليسار معلم منعرج خطير على اليمين وكاين على اليسار واش حاب يقول معلم منعرج خطير حاب يقول راهو جاي فيراج طويل وضيق ووعر واعر بزاف لانه كاين حذاري منعرج الاشاره هذه معروفه حذاري منعرج هنا كاين خطر مثلثات علامه الخطر دوك هذا المنعرج خطير يبقى هذا الباليز دو فيراج اخطر من الاشاره اللي شفناها مقبلات يقول لك فيراج طويل وضيق ووعر دوك رد بالك انسان لازم ينقص السرعه ويحكم اليمين تاعو ويجوز يعني المنعرج في امان الاشاره اللي تحتها الحمراء ما فيراج ما والو هذا انحراف ديفياسيون واش حاب يقول ديفياسيون انت كل يوم هذه الطريق تاعك تروح قباله اليوم كاين لي طرافو هنايا انا نخدمو درنا لك اشاره هذه قال لك يا ودي دور منا عاود خرج من لهيه هذا ما كان منعرج ما كان والو هذا انحراف ديفياسيون كي تكون زرقاء معلم منعرج خطير اليمنى ولا على اليسرى وكي يكون احمر انحراف ديفياسيون كانت هذه مشاهدي الكرام يعني فيما يخص فقرة إشارة واستشارة إذن مشاهدي الكرام مع الأسف الشديد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ونضرب لكم الموعد القادم يعني السمانة الجاية إن شاء الله نكونوا داخل استوديو مع ضيف الضيف كل سمانة يكون ضيف جديد حسب الموضوع من المواضيع الكثيرة والمتشعبة في السلامة المرورية ونتحدثوا ومام طون رانا نتكلموا نجوزوا هذه الفقرات اللي شفناهم اليوم يجوزوا في الميدان حادث وعبره اشاره واستشاره ويكون معنا ضيف يشاركنا كذلك هذه الفقرات معاليا غير نقول لكم نشكر الفريق التقني اللي راهو معايا وانا بدوري نشكركم على المتابعه وحسن الاصغاء وما بقى لي عليها نقول لكم غير نتلاقاو الاسبوع الجاي ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم اسر في الامان.